قبل نحو 3 مليارات عام وعلى عمق 200 كيلومتر تحت سطح الأرض، تطور الكربون وتشكل، وتحت ضغط وحرارة عالية تحول إلى كنز من كنوز الأرض، إنه الألماس. عرف هذا الحجر الثمين بأنه أقصى وأصلب مادة عرفها الإنسان، وتتم عملية تحوله من الشكل الكربوني إلى شكل الألماس داخل الحمم البركانية الذائبة في باطن الأرض، حيث يخزن ويتم انتقاله بواسطة عوامل الطبيعة والبراكين والأنهار. تقع غالبية مناجم الألماس في وسط وجنوب أفريقيا، وتوجد كميات منه أيضاً في كندا وروسيا والبرازيل وأستراليا، ويتم استخراج نحو 130 مليون قيراط أو 26 ألف كيلوغرام من الألماس سنوياً، أي ما يعادل 9 مليارات دولار أمريكي. اللون والقيراط والوضوح والقطع هي الخصائص المميزة للألماس، وتعتبر هذه الخصائص في غاية الأهمية، إذ أنه بناء عليها يتم تقدير ثمن الألماس وقيمته الجمالية. ولكن هناك بعض القطع النادرة في العالم يتم الإتجار فيها من خلال مزادات وليس كبقية الألماس، وذلك لندرتها وخصائصها المتميزة. وقد كشفت دار سوثبيز للمزادات النقاب عن ماسة نقية عيار 100 قيراط. تنضم هذه القطعة النادرة إلى مجموعة مكونة من 5 قطع تم بيعها في مزادات عالمية من قبل. ولكن ما يميز هذه القطعة عن غيرها هو أنها أكبر قطعة ألماس مقصوصة على شكل زمردة تعرض في مزاد فني، وقد قدرت دار المزادات قيمتها عند البيع بما يصل إلى 25 مليون دولار. استغرق قطع هذه الجوهرة أكثر من عام. أعتقد أن القطعة الأصلية كانت 200 قيراط، وقد تمكنوا من المحافظة على أكثر من 100 قيراط في هذه القطعة النهائية تحديدا. احتجنا إلى سنوات من التخطيط والحساب قبل البدء بالتقطيع، ثم احتجنا إلى أكثر من سنة لقطع الجوهرة فعلياً. تعرض هذه القطعة في دبي، وتجوب دار المزادات بلاداً أخرى لعرضها، إضافة إلى مجموعة أخرى من المجوهرات الماسية وممتلكات أسرة أميرية في أوروبا يعود تاريخها إلى بدايات القرن 20، وتقدر قيمتها بنحو 2.5 مليون دولار. وتحرص الدار على عرضها في الشرق الأوسط نظراً لأن هذه المنطقة تضم عدداً كبيراً من الأثرياء الذين يحرصون على اقتناء المجوهرات النادرة وإمكانية الدفع الفوري. تاريخياً خلال 80 و90 القرن الماضي كانت الشرق الأوسط سوقا هاما للمزادات العلنية، وفي فترات الذروة كانت المنطقة تشتري من 30 إلى 40% من كل مزاد نقيمه. هناك العديد من جميع المجوهرات في أنحاء العالم، ولدينا تفاوت في الزبائن، فهناك من يشتري المجوهرات لمرة واحدة فقط من المزادات، وهناك أيضا جميع المجوهرات المهمون جدا الذين يستثمرون في المجوهرات ويمتلكون مجموعة خاصة بهم. ويعتبر الشرق الأوسط منطقة هامة لأن المجوهرات هي جزء من تقاليد هذه المنطقة. تصل الماسة إلى المحطة الأخيرة في جنيف، حيث سيقام مزاد سوثبيز خلال مايو المقبل، وتباع لصاحب أعلى عرض سعري وأعلى شهية لاقتناء الأشياء النادرة. 25 مليون دولار في يدي الآن، ولكن للحظات قليلة. إنجي الحكيم، CNBC عربية، دبي.